ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. القصة بتاعتنا النهاردة مشوقة جدا جدا، ما ينفعش ان انتوا تفوتوها. حسيت من القصة اللي فاتت بتاعت الطقاقة نورة ان هي عجبتكم. لو لسه ما اتفرجتوش عليها هتظهر لكم دلوقتي في علامة الاي، خشوا اتفرجوا عليها، قصة مشوقة جدا جدا. فقعدت ادعبس وجبت قصة العمارة المسكونة بتاعت الفنانة ليلى مراد. الفنانة ليلى مراد كانت ساكنة في عمارة في وسط البلد، بالتحديد في شارع شريف على شارع قصر النيل. طبعا كلنا لما بنروح وسط البلد لازم نروح المكان دوت علشان نتفسح فيه ونشوف جمال المعمار هناك وجمال المكان، وحلو جدا. بس كلنا عدينا على العمارة ديت، بس اكيد ما نعرفش قصة العمارة ديت وقصة الشقة المسكونة ديت. تعالوا نعرف ليه الشقة اتسكنت اصلا، وليه مش عارفين يخشوا الشقة ديت، ومين ابن الفنانة ليلى مراد. بس بسرعة، اللي ما يعرفنيش، انا حنان بقدم قصة كل اسبوع على اليوتيوب. لو لسه مشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زرار الجرس عشان أول ما أنزل قصة توصل لكم أنتوا أول ناس. ويلا بينا بسرعة نعرف قصة العمارة المسكونة دي. العمارة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة اسمها عمارة الإيموبيليا، وموجودة في وسط البلد في شارع شريف تقاطع شارع قصر النيل. العمارة كانت مساحتها كبيرة جدا، حوالي 5444 متر، والعمارة كانت عبارة عن 11 دور بحري و13 دور قبلي. الفنانة ليلى مراد كانت ساكنة في الدور ال11، والعمارة كان فيها 330 شقة، وكان فيها 24 أسانسير. بس ما كانش بيسكن في العمارة دي طبعا إلا الناس الأغنياء جدا، الممثلين، المغنيين، الناس اللي عندها ورث. يعني عشان كان إيجار العمارة ساعتها كان غالي جدا، من 6 جنيه ل 11 جنيه، متخيلين؟ يعني غالي جدا. بس طبعا ساعتها كان 6 جنيه و11 جنيه دول كانوا فلوس كتير جدا جدا. المهم ابن الفنانة ليلى مراد هو الفنان فطين عبد الوهاب. والفنانة ليلى مراد ماتت سنة 1995، موتة طبيعية جدا، مردت شوية وماتت، مفيش اي حاجة. يعني مفيش علاقة ما بين سكن الشقة وما بين علاقة وعلاقة ان الفنانة ليلى مراد ماتت، يعني مش هي اللي كانت السبب في سكن الجن الشقة. المهم الفنان فطين عبد الوهاب عنده صاحبه المخرج المعروف جدا خالد الحجر، وهو كان حلم من احلامه ان هو يسكن في شقة الفنانة ليلى مراد، بما انه عارف ان صاحبه هو صاحب الشقة ديت وهو الوريث الوحيد. عرض عليه كتير ان هو يشتري منه الشقة ديت، بس الفنان فطين عبد الوهاب رفض رفض تام، وقال له الشقة دي الحاجة الوحيدة من ريحة امي، وهي فيها كل حاجة. يعني الشقة لحد النهاردة فيها كل حاجة موجودة في الشقة، العفش، الكوبايات، كل حاجة بتاعت الفنانة ليلى مراد لسه موجودة في الشقة لحد النهاردة. المهم هو ما كانش حابب ان هو يزعله، قال له انا ممكن اجر لك الشقة ديت انت تسكن فيها، بس وقت ما اقولك ان انت تخرج من الشقة تخرج عادي خالص، مفيش اي مشكلة، والشقة كوم وصحوبيتنا كوم تاني. المهم خالد الحجر وافق وقال مش مهم، المهم ان انا اسكن في المكان اللي كانت ساكنة فيه الفنانة ليلى مراد. وكان فرحان جدا، وبمجرد ما فطين عبد الوهاب قال له خلاص تعالى اسكن في الشقة، هو راح خد فطين عبد الوهاب وراحوا عشان يتفرجوا على الشقة. المهم اول ما دخل الشقة عادي مفيش اي مشكلة، يا دوبك داخلين على المطبخ المخرج خالد الحجر سمع حد صوت واحدة بتقول له اهلا بيك يا خالد، نورت البيت. المهم قال لفطين عبد الوهاب انت سمعت حاجة؟ قال له لا انا ما سمعتش حاجة. راح قال ايه، انا يمكن بيتهيأ لي، او يعني اكيد انا مرهق او تعبان، او انا عشان حسيت ان انا دخلت شقة الفنانة ليلى مراد وهو كان بيحبها جدا جدا، طبعا كلنا بنحبها. المهم قال انا اكيد بيتهيأ لي. الفطين عبد الوهاب مشي مفيش اي مشكلة. وفي نفس اليوم اللي هو خالد الحجر قعد فيه، يعني اول يوم، الناس اللي ساكنة في الشقة، سكان الشقة او عمار البيت زي ما بيقولوا، اشتغلوا، يعني ما سابوش في حاله. هو يا دوبك دخل قعد قال اما اعمل كوباية شاي كده عشان ابدأ ان انا اشوف شغلي واكتب سيناريو او هعمل حاجة. المهم يا دوبك قعد على السفرة وعمل مج شاي، ويا دوبك لسه بيبدأ يكتب في السيناريو لقى شبح كده معدي من قصاده، اتسمر مكانه وقال ايه، لا انا اكيد بيتهيألي، انا اكيد النهاردة تعبت كتير وتعبت في الشغل فاكيد بيتهيألي. المهم وهو فتح السيناريو تاني وبدأ يكتب لقى شبح واحدة معدية اكنها قدامه حقيقة، لابسة روب ابيض وبيقول هي ولا قصيرة قوي ولا طويلة قوي وشعرها قصير.
المهم بس بيقول ملامحها مش باينة. المهم قفل السيناريو وقال لا ده انا ايه اركز بقى واشوف ايه اللي بيحصل في الشقة ديت. المهم ما حصلش حاجة تاني في نفس اليوم دوت، ودخل نام. بس بيقول انا كنت حاسس ان في حاجة مش طبيعية في الشقة، حاسس ان في حد ساكن معايا في الشقة، في اصوات غريبة بتحصل. بس هو ما كانش بيخاف، لحسن الحظ ان هو ما كانش بيخاف من الحاجات ديت، وقال ادام ما فيش حاجة اذتني خلاص ما فيش اي مشكلة. بس تاني يوم صحي الصبح قال انا اما اصحى كده اهوي الشقة، طبعا الشقة مكتومة بقالها كتير، قال اهوي الشقة وافتح الشبابيك وافتح الستاير. الستاير كانت بتاعة زمان اللي هي ام حبل ديت، فتح الستاير وفتح الشبابيك ونزل راح مشوار. رجع لقى الشبابيك مقفلة والستاير مقفلة والدنيا ضلمة ولا اكنه عمل اي حاجة. فقال ما فيش مشكلة، انا اكيد كان بيتهيألي. كل حاجة عمال يقول انا اكيد كان بيتهيألي، مش مصدق عقله طبعا، مش جايبه ان في حد ساكن في الشقة. وقال انا اكيد نسيت وانا قفلت الشبابيك قبل ما انزل ونسيت. المهم نام برضو سامع اصوات في الشقة وحاسس ان في حاجات بتعدي، بس برضو مش مركز، كل تركيزه في ان هو عايز يسكن في الشقة ديت علشان دي شقة الفنانة ليلى مراد والاحلام اللي هو حالم بيها، وان هو مش قادر ان هو يستغنى عن الشقة وعايز برضو يسكن فيها. وادام مش خايف خلاص مفيش مشكلة. نام صحي الصبح قال برضو هفتح الشبابيك وهوي الشقة وافتح الستاير علشان ايه ريحة الكتمة دي، ونزل. المهم رجع تاني لقى الستاير برضو مقفولة، قال لأ ده كده اكيد اكيد في حاجة، بس ادام مش بتأذيني خلاص مفيش اي مشكلة. في يوم من الايام واحد صاحبه عدى عليه وقال له انا عايز اخش الحمام. يا دوبك لسه داخل الحمام، قال له الحمام عند الطرقة، يا دوبك لسه داخل كده لقى شبح معدي من قصاده، خد بعضه ونزل جري على السلم. قال له تعالى هنا استنى، قال له لا انا ماشي، انا شفت شبح قدامي اكنه حقيقة، راجل اسود كده اكن شبح حقيقي عدى من قصادي، انا خلاص مش عايز اي حاجة ومش عايز اعمل حمام حتى، وسابه ومشي. المهم ساعتها خالد الحجر اتأكد 100% ان الشقة دي مسكونة، بس قال مش مهم ادام هم مش بيأذوني ومش بيعملوا لي اي حاجة خلاص انا راضي وهسكن في الشقة. في يوم تاني واحد صاحبه عدى عليه وقال له انا هقوم اعمل كوباية شاي. فقال له ليه يا عم خليك قاعد، قال له لا انا هقوم اعمل لك كوباية شاي، قال له ما بلاش، قال له لا انا هقوم اروح المطبخ اعمل لك كوباية شاي. يا دوبك لسه بيخش لحد المطبخ لقى واحدة هندية لابسة هندي كده اكنها شبح، وبيقول اكنها واقفة قصاده بالظبط. المهم الراجل اتسمر مكانه ونفس الموقف بالظبط، خد بعضه وجري. طبعا خالد الحجر كان عارف اللي حصل ان هو اكيد اكيد شاف حاجة مريحتوش، وقال له برضو نفس اللي حصل، انا شفت واحدة اكنها لابسة هندي كده واكنها واقفة قصادي بالظبط. المهم خالد الحجر اتأكد ساعتها ان الشقة مسكونة، قعد ايه قال خلاص انا هقعد ادور في الشقة ديت واشوف ايه الحاجة اللي موجودة في الشقة ديت، يمكن الاقي حاجة واتخلص من الاشباح ديت. دور في كل الشقة لقى صندرة، الصندرة دي كانت مقفولة بقفل. المهم جاب سلم وحاول ان هو يفتح الصندرة ديت، بيقول اول ما طلعت لقيت حسيت ان اكن في حاجة بتشدني، اكن في حاجة بتقول لي لا ما تفتحش الصندرة، اكن في ناس بتشدني بتنزلني لتحت. المهم قال ايه لا ما بدهاش، انا هجيب واحد صاحبي علشان يشجعني في ان انا افتح الصندرة ديت وما بقاش ان انا خايف. المهم جاب واحد صاحبه، ويا دوبك صاحبه لسه بيطلع على السلم وبيفتح الصندرة عشان القفل كان قديم، لسه يا دوبك بيدوس على بيعمل بالشاكوش كده، راح السلم متحرك من مكانه وراح وقع، وصاحبه وقع اتكسر. المهم عرف ساعتها ان هو ما ينفعش ان هو يفتح الصندرة دي خالص وما يجيش جنبها، قال ما فيش مشكلة انا مش هاجي جنب الصندرة ديت ولا هفتحها ولا هاجي جنبها، ادام سكان الشقة مش عايزين نفتحها خلاص مش هفتحها. المهم قال برضو طب اما اجيب شيخ يقرف الشقة يمكن يبقى عنده حل ان انا اقدر ان انا اسكن في الشقة ديت. المهم جاب شيخ علشان يقرف الشقة، الشيخ ما اشتغلوش ولا اي حاجة، قال له الشقة ديت مجرد ان هو ما قرا كده قال له الشقة ديت ساكن فيها عمار من الجن والحاجات ديت، بس هم مش مؤذيين ولا اي حاجة، مش هيؤذوك ومش هيعملوا لك اي حاجة، انت لو حابب ان انت يعني عايز تسكن في الشقة اسكن فيها، بس تأكد ان الشقة دي مسكونة. فهو قال خلاص ادام مش هيأذوني مفيش اي مشكلة، انا هحاول ان انا اتعايش معاهم. طبعا واحد مكانه كان زمانه ساب الشقة من زمان، يعني اكيد يعني مجرد ما الواحد شاف شبح قدامه اكيد هياخد بعضه ويقول يا فتيك، بس هو كان متمسك بالشقة وقال انا هسكن فيها يعني هسكن فيها.
المهم كل ما يجي يخش ينام يسمع دوشة يقول لهم سيبوني انا عايز انام عشان عندي شغل الصبح، بالفعل بيسكتوا وما بيضايقهوش. في يوم من الايام نازل في الاسانسير، الاسانسير عمال متعلق ما بين الرابع والخامس، وخليكم معايا عشان في قصة للدور الخامس دوت، وهو كان السبب في سكن اصلا شقة ليلى مراد. ومعظم الناس قالت ان السبب الرئيسي في سكن شقة الفنانة ليلى مراد قصة الدور الخامس، هحكيها لكم دلوقتي. المهم بس هو طالع في الاسانسير، الاسانسير طالع ونازل، المهم قال لهم سيبوا الاسانسير في حاله انا عايز اروح الشغل. راحوا العفاريت ديت فعلا خلت الاسانسير ينزل ومفيش اي مشكلة، وبدأ ان هو يتعايش مع العفاريت مفيش اي حاجة. المهم احكي لكم بقى الشقة اللي في الدور الخامس ديت، بعد ما الفنانة ليلى مراد ماتت بالظبط سنة 1995، كان في واحد ساكن في الشقة في الدور الخامس، وطلب مكتب بتاع النظافة علشان كان محتاج عاملة تيجي تنظف له الشقة، وبالفعل بعتوا له عاملة عشان تنظف له الشقة، ولشجار ما الله اعلم ايه اللي حصل ما بينهم، المهم قتلها في الشقة. وبعد كده اتصل بصاحب المكتب وقال له تعالى انا عايزك في حاجة كده، المهم وقتل صاحب المكتب كمان عشان هو كان الشاهد الوحيد ان هو بعت الست ديت. بس الراجل ده في الاخر اتمسك يعني واتعدم. بس الموضوع الحوار كله ان في اتنين اتقتلوا في الدور الخامس، وشقة الفنانة ليلى مراد كانت فاضية ساعتها، فكان ده كان سبب في سكن الشقة. هما بيقولوا كده والله اعلم ان بسبب ان الشقة فاضية مفيش حد ساكن فيها، فعمار البيت او الجن او الحاجات ديت استغلوا ان الشقة فاضية وسكنوا فيها. المهم الفنان خالد الحجر كان في يوم من الايام دخل الشقة وطلع وقاعد كده بيكتب سيناريو او بيشتغل، المهم سمع صوت دوشة جامدة جدا جدا، واكنهم بيطردوه، اكنهم بيقولوا له احنا مش عايزينك تسكن هنا. بالفعل حس ان هو مش هيقدر خالص يتحمل اللي بيحصل دوت وان هو يسكن في الشقة، وخد بعضه وراح نازل. بس وهو نازل قابل البواب وقال له انا خلاص انا مش جاي تاني ومش هقعد في الشقة ديت وخلاص. وكان بلغ طبعا الفنان فطين عبد الوهاب وحكى له على كل اللي حصل، وقال له بالفعل انا ما قدرتش ان انا اقعد في الشقة، انا حاولت اقعد في الشقة بس قلت يمكن دي تهيؤات او من ريحة امي او حاجة، بس ما كنتش متأكد ان الموضوع حقيقة، وانت اكدت لي الموضوع ان فعلا الشقة مسكونة. والراجل البواب قال له برضو ده احنا على طول بنسمع اصوات وصوت حفلات واغاني وحاجات، والناس اصلا سكان العمارة بتخاف تعدي على الشقة ديت، والناس كلها عارفة ان الشقة دي مسكونة، انت ازاي عشت في الشقة دي الفترة دي كلها؟ قال له اهو اللي حصل. والمهم مشي طبعا، والفنان فطين عبد الوهاب لما اتاكد ان الشقه مسكونه كان في واحده جايه من بره مصر كانت غنيه جدا، ولما عرفت ان الفنان فطين عبد الوهاب عارض الشقه دي للبيع، هي مسكت فيها بايديها وسنها وقالت له هشتريها لو باخر مليم معايا، بس هو ما كانش صريح معاها وقال لها ان الشقه دي مسكونه او اي حاجه. وكان في برنامج مع الفنانه، كان في برنامج مع مذيعه ما مطلعه البواب ومطلعه الست اللي اشترت مع منى الشاذلي، صح، مطلعه الست اللي اشترت الشقه ديت، وان هي زعلانه جدا جدا ان ازاي فطين عبد الوهاب ما يقولهاش ان الشقه مسكونه، لان هي حاولت تسكن في الشقه طبعا ما عرفتش بكل الطرق، جابت شيوخ وجابت حاجات كتير جدا ان هي تسكن في الشقه، ما عرفتش ان هي تسكن في الشقه خالص. وطبعا زعلت جدا من الفنان فاطين عبد الوهاب لان هو كده يعتبر غشها وبعل لها حاجه هي مش هتقدر ان هي تستنفع بيها. المهم الفنان خالد الحجر قرر ان هو يعمل فيلم، هحط لكم اسمه دلوقتي لان انا مش فاكره اسمه، عن العماره ديت، والفنانين بيحكوا بنفسهم بيقولوا ان هم وهم بيعملوا الفيلم دوت وبيمثلوا الفيلم دوت كانوا بيتأذوا او بيحسوا بحاجات في العمارة ديت، والعمارة دي يعتبر تاني اخطر عمارة مسكونة في مصر. في عمارة تانية مسكونة في مصر في اسكندرية. لو عجبكم الفيديو دوت وحسيت بتفاعل على الفيديو دوت وتعليقات، هنزل لكم برضو القصة بتاعت العمارة المسكونة اللي في اسكندرية علشان برضو تعرفوا القصة بتاعتها. دي كانت القصة بتاعتنا النهاردة. انا اول ما سمعتها حسيتها ان هي انا اتشدت لها جدا جدا وما كنتش اعرف الموضوع دوت، وبعدي على مهر دي كتير وشفتها كتير وما كنتش اعرف القصه ديت. لو عجبتكم القصه بتاعتنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس ولايك حلو كده. بحبكم في الله واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.